بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم. النهاردة هنتكلم مع شخصية تاريخية جديدة، هي شخصية أنطوان بيكريل. أنطوان هنري بيكريل ولد 1852، توفى 1908. هو مكتشف الإشعاع. ولد في باريس في فرنسا سنة 1852، حصل على الدكتوراه سنة 1888، وفي سنة 1892 أصبح أستاذ الفيزياء التطبيقي في متحف التاريخ الطبيعي بباريس. من الطريف أنه شغل نفس الكرسي اللي جلس فيه أبوه وجده في تدريس الفيزياء، وكذلك فعل ابنه من بعده. أنطوان بيكريل أستاذ في معهد العلوم، وفي هذا المعهد اهتدى أنطوان بيكريل إلى اكتشافه الكبير، وهو اكتشاف الإشعاع. وقبل اكتشافه للإشعاع بعام واحد اهتدى العالم الألماني رنتجن إلى الأشعة السينية، وهذا الاكتشاف هز الأوساط العلمية كلها. وقد تساءل بيكريل إن كان في استطاعتي استخراج الأشعة السينية من أي مادة أخرى مشعة. أجرى تجربة على بعض البلورات المشعة، وضعها تحت ورق أسود تمام، وبعدين عرضها لأشعة الشمس ثم أبعدها عن الشمس، فوجد أن هذه البلورات قد ارتسمت على الورق. حتة أن البلورات ارتسمت على الورق الأسود، استنتج أن الأشعة السينية يمكن أن يكون لها مصدر آخر غير اللي اهتدى اليها رنتجن. ولكن بمحض الصدفة اكتشف ان بلورات اليورانيوم تصدر اشعاعا حتى اذا لم تتعرض لاشعة الشمس. اعاد التجربة مرة اخرى ومرة ثالثة، وانتهى الى ان املاح اليورانيوم تصدر اشعاعا حتى ولو كانت في الظلام. وعرف العالم هذه الإشعاعات بأنها إشعاعات بيكريل. اهتدى بيكريل أيضا إلى أن إشعاع اليورانيوم ليس إشعاعا كيميائيا، وإنما هو من خواص اليورانيوم. سنة 1896 نشر 7 أبحاث عن هذا الاكتشاف، ومن بين الذين قرأوا هذه الأبحاث السيدة ماري كوري التي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء، واهتدت هي الأخرى إلى أن عنصر الثيريوم مادة إشعاعية أيضا. وعملت السيدة ماري كوري مع زوجها بيير كوري الذي اهتدى قبل ذلك إلى عنصرين مجهولين، هما البولونيوم والراديوم، البولونيوم والراديوم، وأنهما عنصران مشعان أيضا. وكان بيير وماري كوري هما أول من استخدم كلمة النشاط الإشعاعي تفسيرا لهذه الظاهرة الجديدة. اهتدى علماء آخرون إلى هذه الظاهرة، من بينهم رذرفورد وميسوري، واهتدى علماء من بعد ذلك إلى أن إشعاعات بيكريل تنطوي على أنواع من الإشعاع، واتفق العلماء على تسميتها بأشعة ألفا وبيتا وجاما. تنبه العلماء إلى أن هذا الإشعاع طاقة تخرج من هذه العناصر، وكان شيئا مدهشا أن تخرج كل هذه الطاقة من داخل الذرة. وقبل هذا الاكتشاف لم يكن لدى العلماء أي شك في أن في داخل نواة الذرة تلك الطاقة الهائلة. وفي سنة 1903 منحت جائزة نوبل في الفيزياء للزوجين بيير كوري وماري كوري زي ما قلت لك، وقد توفى بيير كوري سنة 1908. النشاط الإشعاعي بالغ الأهمية، إذ له نتائج عملية مباشرة في علاج السرطان، وضرورة لمواصلة البحث العلمي، ويفيدنا أيضا في الكثير في معرفة الكثير من خصائص الأجسام عن طريق الإشعاع. ولكن
يعني النشاط الإشعاعي زي ما قلنا بيستخدم في الأبحاث الكيميائية كمان، وبيستخدم في الأبحاث الأثرية والجيولوجية. وأعظم ما اهتدينا إليه عن طريق النشاط الإشعاعي هو أن هناك طاقة هائلة مخزنة فين؟ في نواة الذرة وفي داخل النواة. وبعد 50 عام من اكتشاف بيكريل عرفنا وسائل إطلاق الطاقة النووية. أول تطبيق لذلك كان إلقاء قنبلة ذرية على هيروشيما، وكانت هذه القنبلة من اليورانيوم، أي أننا أطلقنا الطاقة الهائلة الموجودة في ذرات اليورانيوم. تخيل الطاقة عاملة إزاي؟ ليس من الإنصاف أن يحصل أنطون بيكريل وحده على شرف اكتشاف الإشعاع أو الطاقة النووية، فقد سبقه وسايره وتفوق عليه كثيرون. ولكن يظل اكتشاف بيكريل للإشعاع أو الطاقة المشعة إحدى علامات الطريق في العصر الحديث. قد يجد آخرون تشابه بين أنطوان فان ليفين هيك أو ليفين هوك يعني وبين بيكريل. فليفين هوك هو أول من اكتشف في قطرة الماء عالما عجيبا، فلذلك وجد بيكريل عالما هائلا في ذرة من معدن مشع، وكلاهما قد اهتدى إلى اكتشافه بمحض الصدفة. ولكن ما كان من الممكن لأحدهما أن يعرف هذا الاكتشاف العظيم لو لم يكن مشغولا طوال الوقت بالبحث والتنقيب. ولكن بيكريل احنا اتكلمنا عن ليفين هوك وقلنا ان اكتشاف الميكروبات كان له اثر قوي ومباشر في حياة الناس، وايضا انطوان بيكريل كان له اكتشافه في الاشعاع، وفي لان الاشعاع ده زي ما قلنا بيستخدم في علاج امراض السرطان وغيره. بيكريل كان له دور كبير جدا في اكتشاف الاشعاع، وايضا اكتر من عالم ايطالي اخر كان اسمه اتريكو فيرمي. اتريكو فيرمي كان مشغول برضو بالاشعاع، بس كان مشغول ببناء